تحضيرا او حتى جسديا بمعنى الاعتداء. ما الذي تشاهده الان؟ لاننا نتابع هذه الصور، ربما هناك تفريق المحتجين حاليا او في الشيخ جراح. هذه الصور مباشرة هناك في الشيخ جراح، هناك محاولة من الاحتلال لتفريق المحتجين هناك في الشيخ جراح. طيب، كنت أتحدث ضياء على أن في القدس لا يتم استعمال يعني الرصاص الحي، هناك مخاوف ربما من تبعات ذلك لدى الإسرائيليين، ليس كذلك ضياء؟ يعني دعيني أعلق أولا على الشيخ جراح. منطقة الشيخ جراح هناك عدد كبير من المحتجين وأيضا الذين وصلوا إلى منطقة المنازل المهددة بالمصادرة، أفطروا هناك ومن ثم جلسوا كما جرت العادة، ويقومون بالهتاف والأغاني والأهازيج الفلسطينية التي يرددونها لتعزيز، يعني بمعنى أنهم يعني يقومون بهذه الهتافات حتى يثبتوا أنهم موجودون أمام المستوطنين وأمام الجيش الإسرائيلي. لكن قبل قليل قامت قوات كبيرة من الجيش بقمعهم وطردهم من المكان، وأيضا عاد الشبان مرة أخرى والفتيات والمتضامنون أيضا عادوا وجلسوا في ذات المكان. ولكن في تلك المنطقة على وجه التحديد لا تريد إسرائيل أن تحدث أي شوشرات أو أي بلبلة في منطقة الشيخ جراح، لذلك هي تقوم بعمليات قمع بين كر وفر على وجه التحديد. أيضا في ساحة باب العمود هنا الأمور يعني لا زالت هادئة، ولكن إذا ما نظرنا إلى ما يحدث من يعني يردنا الآن بأن هناك محاولة لاعتقال أحد الشبان في منطقة الشيخ جراح في هذه الأثناء، وهناك مرة أخرى قمع وضرب للمشاركين في منطقة الشيخ جراح، ويعني لم تسجل أي من الإصابات، فقط هناك قمع واعتداء على عدد من الشبان والمتواجدين الفلسطينيين. غدا سيتم إغلاق هذه المنطقة عند الساعة 4 وحتى الساعة 9، منطقة المصرارة، منطقة باب العمود ومنطقة ماميلا، وأيضا ستعطل سكة القطار الخفيف، سيتم تعطيلها نظراً لمسيرة المستوطنين التي ستصل إلى هنا. هؤلاء عدد من الشبان والفتية، يعني نلاحظ كما نشاهد في هذه الصورة بأنهم يعني فرحين فعليا، وربما هذا لا يرق إلى عدد من الجنود الإسرائيليين. قد تحدث بعض الإشكاليات إذا ما ألقى أحد الشبان أو حدثت أي بلبلة من أحد المستوطنين الإسرائيليين، خصوصا بأن المستوطنين أيضا يعني في هذه الليلة سيحتفلون في قبل يوم واحد من الاحتفال بتوحيد القدس الشرقية وأي احتلال القدس الشرقية عام 67 وضمها إلى الشطر الغربي، بمعنى أن القدس موحدة لدى هؤلاء المستوطنين. هذا طبعا يعني يلاقي حالة استياء لدى الشارع الفلسطيني المقدسي على وجه التحديد. أيضا إذا ما نظرنا إلى المحاولات الإسرائيلية يعني التي حاولت ربما تهدئة الأوضاع، كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير القضاء أيضا ودعوتهم إلى تأجيل المحكمة وتأجيل المحكمة بالفعل، يعني لربما هم باعتقادهم بأنه سيخفف بعض التوتر الحاصل في منطقة الشيخ جراح، ولكن هذا على الإطلاق لن يحدث، خصوصا بأننا نتحدث عن مسيرة أعلام وأعداد كبيرة من المستوطنين ستصل إلى منطقة القدس يوم غد بدعوات من عدد من كبير من المؤسسات الاستيطانية والمؤسسات المتطرفة وغيرها. حسب بيان الشرطة ستستمر المراسم في إطار ما يسمى ليلة بيضاء حتى الساعة 2 من فجر يوم غد، وبعد ذلك الشرطة ستنتشر بشكل مكثف. نحن نتحدث عن 3000 عنصر من الشرطة الإسرائيلية تم نشرهم في محيط القدس والبلدة القديمة والمناطق المجاورة لها. هذا طبعا كله يدل على أن المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل يخشى من تصاعد الأوضاع ويخشى من توترها بصورة كبيرة جدا، وهذا طبعا قد يحدث إشكاليات كبيرة في منطقة القدس التي تشهد توترا منذ عدة أسابيع، خصوصا في شهر رمضان المبارك. بالنظر إلى الحالات، يعني في اليومين الماضيين شهدنا سقوط 200 جريح في أول ليلة، ويوم أمس أيضا 100 جريح، يعني كيف تبدو هذه الحالات، ولا سيما أنه لم يتم السماح للهلال الأحمر بالوصول إليهم لإسعافهم؟ ما المعلومات المتوفرة لديك ضياء حول هذه الحالات حتى الآن؟
نعم الحالات هي إصابات بين متوسطة إلى بسيطة، جميعها عولجت ميدانيا، قسم منها 30 شخص نقلوا إلى المشفيات على وجه التحديد إلى المشفيات المقدسية، ولكن أيضا كان هناك حصار لتلك المشفيات ومحاولة لاعتقال من أصيب عند مستشفى المقاصد أو المطلع أو غيرها من المشفيات، ولكن أيضا الشبان وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من طواقم الإسعاف أقامت لربما مستشفى ميداني لمعالجة الإصابات التي حصلت يوم أمس. بطبيعة الحال الإصابات يعني لم تسجل أي منها إصابات خطيرة، سوى أن هناك عدد أيضا من الفلسطينيين تم اعتقالهم، قرابة 10 اعتقالات سجلت في محيط المسجد الأقصى وأيضا في منطقة الشيخ جراح، كان هناك 5 من ضمنها فتاتين تم اعتقالهم. منذ بداية العام وحتى يومنا هذا فاق عدد المعتقلين في مدينة القدس لوحدها أكثر من 750 إلى 800 معتقل فلسطيني، جميعهم من مناطق القدس ومن ضواحي مدينة القدس المحتلة. نعود إلى ربما الصورة في باب العمود، هذه الأوضاع يعني الكوفية الفلسطينية، لربما حالة من الصمود الذي يسطره الفلسطينيون هنا في منطقة باب العمود. فعليا ايضا طبعا نتابع معك في باب العمود ضياء لو سمحت، طبعا سنتابع معك ما يحدث في باب العمود، ولكن الان بالنسبه للشيخ جراح هناك محاولات من الاحتلال لفض الاعتصامات بالنسبه للمعتصمين المتواجدين بالشيخ جراح. تابعنا هذه الصور المباشره والذين نتابعها من هناك، حيث يتم فض الاعتصامات من طرف شرطه الاحتلال على كل جيش الاحتلال، كل متواجدين هناك في منطقه الشيخ جراح. تفضل ضياء. نعم، في منطقة الشيخ جراح هناك تفريق لا زال على حاله للمحتجين بسبب ما يعني السبب الوحيد الذي تسوقه الشرطة الإسرائيلية هو الهتافات التي يهتفونها. هناك كان محاولة لاعتقال عدد من الشبان أيضا، تم إخلاء العشرات في هذه اللحظات. هناك أيضا فرقة للخيالة تدوس المحتجين كما شاهدنا يوم أمس ما حصل من ضرب واعتداء. هذا المشهد يتكرر في حي الشيخ جراح من خلال الاعتداء على الفلسطينيين هناك والمتضامنين في تلك المنطقة.